كابتن حسن، الناحيه الثانيه مارسي كولر تقدر تقول ان هو كده بمباراه النهارده قدم شهاده اعتماد وخلاص ان الراجل مشي كويس مع النادي. احنا الفتره اللي فاتت دي كلها احنا بنتعامل مع مارسي كولر انه ايه، بنترقبه يعني، ما تقدرش تقول عليه كويس، ما تقولش عليه مش كويس، نديله فرصه اكبر. النهارده ممكن تقول ان مارسي كولر مدرب كبير وناجح ولا لسه برضه محتاج شويه وقت؟ لا هو لسه برضه يعني، لان في حاجات كتيره يعني. انا اللي عجبني النهارده منه الكور الثابته، النهارده ابهرني بحاجات كتيره. لا هو قبل كده كانت حاجه ممكن تكون مقريه، صح. النهارده لا، يعني في ثلاث كورنرين او كورنرين وفاولين عملهم بطريقه حلوه قوي. يعني انت قاعد مستقى يعني، عارف انا قاعد بتفرج ايه ده، دي جديده، دي حاجه جديده. هي الكوره اللي قدامنا دي دي ما عملهاش الماتشات اللي فاتت ديت برضو كانت يعني، عارف دي من الحاجات. المدرب اللي بيعجبني ان كل مباراه يعمل حاجه تكتيك في حاجه جديده. يعني هو عشان طبيعي متوقع ان المنافس بالزبط هيكون مذاكرك كويس، فاهم انت شايفك بتعمل ايه وكده، فعشان كده بيغير. صحيح. فديت من الحاجات اللي انا عجباني قوي قوي النهارده. عجباني قوي منه شخصيه النادي الاهلي، رجعت يعني ان انت تضغط في اي مكان، تستخلص من الكره بسرعه، تجيب الكره بسرعه، ان انت في حاله دفاعيه تجيب جول، انت بتدافع تقدر تجيب جول. هو دوت يعني. انا شايف، انا مبسوط من الحاجات اللي هو بيعملها، بس لسه في حاجات كتيره قوي لازم يعملها. عشان الاستحواذ لازم يبقى عالي، الميز باص، الكور الثابته الدفاعيه النهارده كان كويس قوي فيها برضو. صحيح. يعني انا برضو نقطه قوه في نادي الزمالك يعني، مع انها نقطه بالظبط كده، بس انا من في الحالات اللي فاتت كنت بقول لك بسبب الونش نادي الزمالك هيفتقد الموضوع دوت دفاعيا وهجوميا. صحيح. والنهارده كان في مشاكل جد في الكور الثابته على نادي الزمالك بسبب الونش، لان الونش بيدي تقل جامد جدا للمدافعين وبيتكلم معاهم كويس.